بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحظ الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل ومنه دوما نطلب السداد والتوفيق والنجاح. نحيي كل الحاضرين، نحيي كل عشاق الأصالة في هذا المساء الجميل في انطلاقة حقائق أصحاب السمو الشيوخ في ميدان دستور هنا في هذه الانطلاقات. أول الأشواط مشاهدينا متابعينا الكرام، معلنت انطلاقته قبل قليل الخاص بالابكار. نسير مع مقدمة الشوط، هذه ضجة تسيطر على المقدمة وتندفع الى المركز الاول. ضجة تعود ملكية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها حمد بن ضعيف بين غدير، بينما تاتي في المركز الثاني الشاهينية لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم الثاني وسالم بن عامر المدهوشي في تضميرها. وثالث المراكز هناك الشاهينية ايضا لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن جاسم الثاني، ضمرها سالم بن عامر المدهوشي. رابع المراكز تاتينا في هذه اللحظات الخوارة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، مشعان بن سعيد بن غدير في تضميرها. والمركز الخامس هناك ايضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، حمد بن ضعيف بين غدير في عملية التضمير. سادس المراكز هذه هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطي الحامد، مختار بن احمد يدير عملية التضمير. سابع المراكز نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، مطر بن سيف بن لاحج الهاجري. والمركز الثامن هناك نجد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن راشد بن حمد بن غدير في عملية التضمير. والمركز التاسع في هذه اللحظات تاتينا على تاسع المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام، هناك ايضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن راشد بن حمد بن غدير اللي هي مزاد وعاشر المراكز. كذلك هناك شعاع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن راشد بن حمد بن غدير في عملية التضمير. هذه العشر المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام في مسار هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه التحديات. أول الأشواط في هذا المساء الجميل في هذا الانطلاق الرائع هنا في أرضية ميدان المرموم في هذا الانطلاق. يا سلام، الشوط الأول مشاهدينا الأعزاء، ولا زالت الشاهينية على رأس حربة هذا الشوط وتنطلق بالمركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بقيادة حمد بن ضعيف بن غدير، تسيطر على المقدمة. بينما المركز الثاني تاتينا الخوارة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، مشعان بن سعيد بن غدير يتولى عملية تضميرها. الثنتين انفردا وباعدا المسافة بينهن وبين بقية المراكز. هذه الانطلاقة وهذا الشوط الأول الذي يحمل هذه الفية في سن الحقائق القادمة إلى الميادين بالأداء الجميل بالانطلاق الرائع هنا في ميدان دستور. يا سلام، هذه الشاهينية مسيطرة على البقاء في هذا الموقع لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها حمد بن ضعيف بن غدير. هناك مهندس التضمير ياتي بهذه النوعية الجميلة. المركز الثاني الخوارة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، مشعان بن سعيد بن غدير يقدم هذه النوعية دائما في هذه الانطلاقات. المركز الثالث بدأ التحرك، تحركت مزاد مشاهدينا الاعزاء لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، علي بن راشد بن حمد بن غدير، ولكن ثلاثية المقدمة والمركز الاول الشاهينية مصرة على هذا الموقع، مصرة على هذا المكان. يا سلام، هذه الشاهينية تسيطر على المقدمة وعلى المركز الاول في هذا الشوط في هذا الاندفاع الجميل في هذا التحدي الرائع. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا لحمد بن ضعيف بن غدير على هذا الفوز المستحق. هذه لحظات وصول الى خط النهاية. المركز الثاني وصلت في الخوارة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، كذلك المركز الثالث اللي هي مزاد لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الرابع ايضا تاتي شعاع، بينما المركز الخامس
نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. هذه الخمسة المراكز في حالة وصولها إلى خط النهاية. تهنينا نعود بالتهنئة والناموس لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، كذلك لحمد بن ضعيف بن غدير على هذا الفوز المستحق.